أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم. اعتداءات المستوطنين لم تتوقف للحظة واحدة، بل تصاعدت وأخذت أشكال متعددة، لم تتوقف عند جريمة حرق عائلة دوابش بأكملها في قرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. اعتداءات المستوطنين استمرت وتواصلت هذا اليوم أيضا بإحراق مئات الدنومات الزراعية في جبال بورين جنوب نابلس أيضا في شمال الضفة الغربية، فضلا عن رفع الأعلام الإسرائيلية على مداخل وبوابات المسجد الأقصى المبارك وأداء الطقوس التلمودية والرقصات الاستفزازية في باحات الحرم القدسي الشريف. ليس هذا فحسب، وإنما هناك دعوات كثيرة وكبيرة لمجموعات يهودية إسرائيلية متطرفة لتوسيع رقعة عملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك. كل ذلك يتم، هناك مساعي حثيثة من قبل القيادة الفلسطينية من أجل لجم هذا العدوان، وهناك دعوات وحديث تمت مع أطراف عربية وأخرى دولية، ولكن حتى لحظة لم يتغير شيء على أرض الواقع. هذه القضايا أخرى نتحدث بها مع ضيفنا في الاستوديو السيد محمود العلول، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. أهلا بك سيد محمود العلول ومساء الخير. أهلا بكم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. نعم سيد العلول، المستوطنون أضرموا النيران بمئات الدنومات الزراعية في جبال بورين جنوب نابلس، جريمة لم تكد يعني ينسى أي مواطن فلسطيني ما حدث بالجريمة البشعة في بورين حتى تستمر هذه الأعمال، كيف تعاقبون على ذلك؟ أولا ليس لم يكد ينسى، لا يمكن أن تنسى تلك الجريمة، تحديدا نتيجة كم بشاعتها وفظاعتها، نتيجة كم العنصرية والنازية التي مولست فيها بهذه الجريمة، حينما تحرق، تعدم عائلة، يحرق الأطفال بالمواد الحارقة، شيء لا يمكن على الإطلاق، وتحديدا من رأى المنظر، المشهد الواقع، المسرح الجريمة، شيء لا يمكن على الإطلاق أن ينسى هذه الجريمة. نعم، وتستمر هذه الجرائم، جرائم المستوطنين اليوم في بورين حيث أحرقوا مساحات زراعية كبيرة للغاية، أو أيضا محاولات اقتحامهم ما يجري في الأقصى كما أشرت أنت في العديد من المواقع. نعم، هذا الاحتلال أوغل إلى درجة كبيرة للغاية في جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وأقول لك بوضوح أنه هو يستثمر هذا الظرف الذي نعيش به، يستثمر ظرف أن هذه الأمة، وهذا ربما نتحدث عن هذه الأمة التي مشغولة بكم هائل من الحرائق لديها، ولم يعد لديها أي متسع من الوقت، أو لم يعد لفلسطين أو للأقصى أولوية لديها، أو أيضا هذا العالم الصامت تماما الذي له معايير متعددة في النظر إلى القضايا، الصامت تماما على هذه الجرائم الإسرائيلية، مسائل غير مسبوقة على الإطلاق. هذا الاحتلال يستثمر ذلك، الفلسطينيون يصرخون يا وحدنا، هم وحدهم، وهو يستثمر، يستفرد بهم بهذه الجرائم التي تتسع، سواء ضد الأرض بالمصادرة والاستيطان وإلى آخره، أو ضد البشر بعمليات القتل اليومي. نعم، صرختنا لابد أن تكون واضحة للجميع. نعم، صرخنا في العالم، وعقدت القيادة الفلسطينية اجتماعات، توجهت إلى محكمة الجنايات الدولية، في لجنة المتابعة العربية أخذنا قرارات منها، هم أن يدعموا توجهنا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هذه الجريمة وبشأن الاستيطان. شجعنا المبادرة الفرنسية من أجل يعني صناعة تحالف دولي من أجل السلام، العديد من الخطوات التي أخذت خلال الفترة الماضية بما فيها طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وطلبنا من السيد بان كي مون أن يضع آليات وخطة من أجل هذا الموضوع، لكن كل ذلك هذا شيء آخر مختلف. الأساس ما دمنا نصرخ يا وحدنا، الأساس هو نحن. طيب، الأساس هو نحن، بأن كيف نتصدى لهذا الاحتلال، كيف نتصدى، كيف نقاوم هذه الجرائم التي تتم ضد الشعب الفلسطيني. نتحدث عن جرائم، لا نتحدث عن جرائم المستوطنين، نتحدث عن جرائم المحتلين، لأن هذه الجرائم هي برعاية رسمية
من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل هذه الحكومة الإسرائيلية. ماذا ننتظر؟ أو كيف يمكن أن نفسر وزيرة إسرائيلية اسمها وزيرة العدل تخرج للعالم لتصف الأطفال الفلسطينيين بأنهم ثعابين لا بد من قتلها؟ طيب هذا هو سيد محمود علود، بصراحة ما تفضلت به هذا أمر منطقي وسليم، ولكن المواطن الفلسطيني المسؤول عن المواطن بالدرجة الأولى هو القيادة الفلسطينية، هو دولة فلسطين، هو السلطة الفلسطينية. إذا كانت إسرائيل أشعلت النار بعائلة بأكملها وذهبت العائلة وتحولت إلى رماد، صحيح أن كل مواطن فلسطيني لا ينسى ولا يستطيع أن ينسى، ولكنها كارثة وحدثت، والأسرة توفت، وهناك الأم أو الوالدة برحمة الله بوضع حرج، وضع حرج. بصراحة هل هناك تقصير من أدائكم كمسؤولين في القيادة الفلسطينية في السلطة الفلسطينية، أم أن هناك تجاهل دولي لما يحدث؟ وإلا كيف تفسر نذهب إلى المجتمع الدولي إسرائيل تحرق الأرض، نذهب إلى المجتمع الدولي إسرائيل تقتل أطفالنا، نذهب إلى المجتمع الدولي لا شيء يتغير؟ سأقول لك الجانبان قائمان بالمعنى التالي. نعم بشكل أساسي المجتمع الدولي مقصر إلى درجة كبيرة للغاية فيما يتعلق بهذا الاحتلال وجرائمه. وأقول لك بوضوح نعم نتنياهو وحكومة مسؤولة، لكن المسؤول الأول عن ذلك هو أمريكا وفيتو أمريكا. فيتو أوباما الذي يستخدم، هو الذي يشجع هؤلاء المحتلين على جرائمهم. أليس بالفيتو يحميهم دائما؟ يحميهم من قرارات للشرعية الدولية في هذا الموضوع. هذه مسألة واضحة والعالم متجنب. إضافة إلى ذلك الأمة لا نريد أن نتحدث عنها كثيرا، كل ما يجري لديها لا يجوز على الإطلاق أن يشكل مبررا للتخلي عن فلسطين، للتخلي عن المقدسات التي هي للأمة وليس للفلسطينيين فقط. لكن رغم ذلك سنبقى نحن نقاتل من أجل هذا الموضوع. نعم ربما هناك، نعم هناك تقصير من السلطة ومن المسؤولين. بالمعنى التالي لابد أمام هذا الواقع لم يعد ممكنا الاستمرار بالصبر، لم يعد ممكنا الاستمرار بإعطاء الفرص لهذا العالم. لابد من فضح كل شيء، لابد، وهذه الجريمة التي حصلت لابد أن تشكل حجر الزاوية من أجل تغيير كل ما هو قائم. حماية الأرض الفلسطينية، حماية الشعب الفلسطيني، حماية أطفال فلسطين هي مسؤوليتنا لا محالة. من أجل ذلك نعم كنا قد خطونا خطوات خلال فترة سابقة، قررنا الآن توسيعها ما له علاقة بلجان الحراسة ولجان الحماية الذاتية. الآن بدأت توسيعها وتعميمها بشكل أكبر، وتعميم أيضا وزيادة عدد المشاركين بها، لأن هذا موضوع مهمتنا كما أشرت، مهمتنا هي حماية الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية. طيب هناك دعوات كبيرة لتفعيل المقاومة الشعبية، جهود كبيرة، لمسنا بالأمس القريب موضوع النفير العام في قرية دومة جنوب نابلس ومدى المشاركة الكبيرة. بصراحة لا نرى أي مشاركة، ليست منظمة عفوية بالشكل المطلوب. كل هذه الجرائم الاستيطانية تزداد يوم بعد آخر ولا نلمس شيء. هل بصراحة هناك خشية لديكم، وأقصد هناك قيادة فلسطينية كلجنة مركزية في فتح، كمنظمات قوى فلسطينية، هل لديكم خشة من رد إسرائيل؟ هل بالإمكان إسرائيل أن ترد أكثر من أن تحرق بيوت الأهلين والأطفال؟ لا يوجد ما نخشى منه على الإطلاق. لنكن واضحين، كل شيء فعلت إسرائيل، لنكن واضحين تماما. كأحيانا كثيرة يأتي من يحذرك من مثلا عنف الاحتلال، وعليك ان عليكم ان تكونوا حذرين. واحيانا كثيرا اوجه لهم سؤالا، لماذا هل توقف العنف الاسرائيلي حتى نخشى من ان يتجدد؟ عنف هذا الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مساله دائمه ولا تتوقف، بالعكس هو يزداد عنفا ضد الشعب الفلسطيني، يزداد يوغل في جرائمه. نعم وعلينا ان تزداد مقاومتنا له لا محاله. اقول لك لم يعد لدى أحد أي خيار، لم يترك لنا أحد خيار إلا مقاومة هذا الاحتلال، وبالتالي هي الاستراتيجية القادمة تفعيل هذه الركيزة الأساسية. نعم. وهي مسموحة ومتاحة دوليا. نعم بالتأكيد، وهذا يعني يشرع القانون الدولي لك في هذا الموضوع، ولا نستطيع أبدا أن نتخلى عن شعبنا الفلسطيني. لابد من أن نحميه بكل ما
بكل الوسائل الممكنة. إلى أي حد تلمس سيد محمود عوّة؟ أنت رجل متابع ومشارك ودائما في هذه المقاومة الشعبية، إلى أي حد تعتقد أن هناك تنسيق للجهود أم أن هناك بعض الجهود؟ يعني يذهب محمود العلول وحده، ويذهب حسن أبو رب وحده، ويذهب أسماء أخرى غير مجد معنا لا, لا 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 شوف، نعم ربما الآن هناك مؤسسة أفضل في هذا الموضوع، هناك مؤسسات قائمة على هذا الموضوع بما نعم. فيها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مثلا، أو اللجان التنسيقية والآخره. الآن صنعنا مؤسسة وتواصل دائم وتنسيق ما بين كل هذه المؤسسات في هذا الأمر. إضافة إلى ذلك وخارج كل هذا السياق الذي أشرت له، وهو إنشاء وإقامة لجان الحراسة ولجان الدفاع الذاتي، والتي تعتمد أساسا على المواطنين. وفي كل الأماكن التي كنا قد بادرنا فيها خلال الفترات السابقة تمكنت من حماية التجمعات السكانية والقرى وصدت المستوطنين، بالعكس وأوسعتهم أيضا ألما وضربا. نجحت فكرة الحراسة وهذه التي تمت، وفي كسرى كان هناك سجل نجاح كبير. هل هناك نية بصراحة لتفعيل لجان الحراسة لتشمل كل القرى؟ هذا ما يتم الآن في كل أرجاء الوطن وفي كل المواقع، وتحديدا المواقع التي عليها أو نقدر أن عليها مخاطر في هذا الموضوع. هذا ما يتم الآن وعبر الساعات الماضية والآن في تعميم هذه التجربة بشكل كبير وبشكل أوسع من أجل حماية شعبنا الفلسطيني. طيب، قضية الأسرى أيضا حاضرة دائما، وكنا تحدثنا عنها قبل البرنامج. يعني الأسير محمد علان في وضع في غاية الخطورة والصعوبة، وإسرائيل تتحمل مسؤولية إذا أنها أقرت قانون الكنيسة الإسرائيلية للتغذية القسرية، وهي يعني تشكل موت بطريقة صعبة وقاسية وكل المفردات. يعني الآن قبل أن آتي إلى هذا الاستوديو كان لدينا اجتماع وتحديدا مع المؤسسات الإعلامية من أجل موضوع الأسرى في هذا هذه المسألة. نعم. حيث أن نضالات الأسرى في كل السجون في مواجهة الاحتلال وإجراءاته قائمة وتتصاعد، وهناك إضراب في عدد من السجون، منها ريمون، النقب، إيشل، بير السبع، مجموعة من السجون الأخرى، وهناك الآن التحق مجموعة من الأسرى أيضا في الإضراب. ويعني سأقول لك بشكل واضح أن قضاياهم هم أساسا خلال الفترة الأخيرة أيضا، وكنا نتحدث عن إيغال هذا الاحتلال الإسرائيلي في جرائم ضد الشعب الفلسطيني أيضا، أوغل في جرائمه واعتداءاته ضد أسرانا المناضلين في داخل سجون هذا الاحتلال. من أجل ذلك هم قرروا أن يتصدوا إلى هذه المسألة، ومنذ أيام بدأت عملية هذا التصدي لإجراءات الاحتلال في كل السجون. تم الهجوم عليهم بفرق خاصة عنيفة، وأيضا هم تصدوا لهذه الإجراءات وقاموا بعملية إحراق لعدد من الأقسام هناك. الآن هم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة هؤلاء المحتلين. هذا الموضوع نتابعه، وهناك كم كبير من الفعاليات، وأيضا ستستمر مساندة فعاليات جماهيرية مساندة لهؤلاء الأسرى. طيب سيد أبو جهاد، يعني ما يحدث في داخل السجون ومعتقلات إسرائيلية من ممارسات مصلحة السجون كما تفضلت هو أدى إلى اتساع رقعة الإضراب المفتوح عن الطعام، هذا ينذر بخطورة بالغة على حياة الأسرى كما تعلم وتتابع. هناك أسرى مرضى، هناك أسرى من كبار السن، هناك أسرى، بصراحة هذا يدق ناقوس الخطر ويدعونا نعم. جميعا ليتحرك العالم إلى نعم. نصرة الأسرى. نعم نعم بالتأكيد، وقضية الأسرى أنت تدرك تماما أنها ومنذ فترة طويلة ومنذ سنوات أنها في سلم أولويات القيادة الفلسطينية ورئيس أبو مازن، وتذكر الموضوع الذي له علاقة بتعطيل كل عملية السلام من أجل صحيح. قضية الأسرى، الإفراج والدفاع، وتذكر الرابعة. موضوع الدفعات الأربعة وقبلها أيضا عدد من الدفعات في هذا الموضوع. هو همنا الأساسي موضوع الأسرى، لأن قضيتهم قضية في مصاف القضايا الأولى لهذا الشعب الفلسطيني كثوابتنا الأساسية، حيث أنها قضية أيضا حينما رفعنا مجموعة من الملفات لمحكمة الجنايات الدولية، كان أحد هذه الملفات التي رفعت والتي يجري التحقيق بها الآن هو أيضا ملف الأسرى. إضافة إلى التفاعل الجماهيري هنا في داخل الوطن،
دعما ومساندة لأسرعنا الأبطال. وبالتالي أشرت في الموضوع نصرة الأسرى من قبل الأهالي وذوي الأسرى وأيضا أبناء الشعب الفلسطيني، ربما لا هذا لا يفرج عن الأسرى وهناك جهود سياسية ودبلوماسية، ولكن هذا يدعم هذه القضية. هذا شيء هام وأساسي، ليس المهم مسألة الإفراج عنهم، المهم مساندتهم. نعم. وعلى الجميع أن ندرك تماما أن خبرا في الإعلام أو في هذا التلفزيون أو حراكا في الشارع تضامنا مع الأسرى، هذا يعكس نفسه معنويا بشكل إيجابي للغاية على هذا، على هؤلاء الأسرى الأبطال، وأيضا ضغطا ويساهم في حشد الرأي العام في مواجهة هذا المحتل ضغطا عليه من أجل نصرة للأسرى. يدرك المواطن أهمية وجود المسؤول إلى جانب المواطن بصراحة، لأننا جميعا مسؤولين أو مواطنين موظفين تحت الاحتلال، وبالتالي تشارك وتلمس ذلك بشكل جيد سيد أبو جهاد محمود العلول. ما هي أهمية أن يكون هناك تضافر أكبر وأوسع كي لا تقتصر على بعض الأسماء التي تظهر ونراها وندركها ونعرفها؟ الموضوع ليس جيدة. له علاقة في مسؤول أو غير مسؤول، هذه معركة كل الشعب الفلسطيني التي على الجميع أن يشارك بها، المستهدف هو الكل الفلسطيني. نعم. مسؤول أو غير مسؤول في هذا الموضوع، لذلك علينا جميعا أن نتصدى، وحينما تصبح المعركة أكثر زخما في المشاركة الجماهيرية حينما نضمن الانتصار بها دائما، وهذا ما نسعى له. ما هي الكلمات التي توجهها لأسرانا وهم يخوضون إضراب مفتوح عن الطعام والعدد؟ عليهم أن يدركوا تماما أنهم هم الأبطال الذين نفخر بهم، وأنهم هم دائما ساكنين في عقولنا في قلوبنا في وجدان الشعب الفلسطيني، أطفال ونساء ومناضلي كل هذا الشعب الفلسطيني، يجلهم يحترمهم يعتبرهم إكليل غار على جبين هذا الوطن، سنبقى دائما نناضل من أجل حريتهم. وملف الأسرى وأيضا اعتداء المستوطنين هو على يعني فيما يتعلق بالبحث السياسي ومع الدول والأطراف العربية على رأس الأولوية. علينا كفلسطينيين نقول للجميع نعم أنتم ترون هذا الصمت الدولي، نعم، وإهمال هذه الأمة العربية لكل ما يجري هنا، بالعكس ليس إهمالا، جزءا كبيرا منهم من تحت الطاولة عامل علاقات مع الإسرائيليين وتطبيع وكل ما إلى ذلك، نحن وحدنا. من أجل ذلك علينا أن نتضامن نتكاتف نكون صفا واحدا في مواجهة هذا المحتل من أجل حماية أرضنا وشعبنا الفلسطيني. أشكرك سيد محمود العلول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على هذه المشاركة الطيبة في هذا البرنامج، شكرا على رحابة صدركم. مشاهدينا الكرام نشكركم على طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج ملف اليوم، ونرجو أن تتضافر كل الجهود من أجل القضية الوطنية الفلسطينية الأولى، سيما وأن الاحتلال يطال ويمس حياة كل أبناء شعبنا على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية. لكم مني حسن أبو ربة التحية والتقدير، وزميلي مخرج البرنامج صهيب فؤاد يحييكم دائما على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى قادمة. إلى اللقاء.